لم يكن تشارلز ديكنز الكاتب الإنجليزي المعروف بيعرف أنه ما نسجه في الخيال بروايته قصة مدينتين رح يتجسد مشهد واقعي بتسجله كاميرات الموبايلات بعد أكثر من 150 سنة بمدينة بعيدة اسمها دمشق. الرواية اللي بتدور أحداثها المتخيلة أثناء فترة الثورة الفرنسية بتبدأ بمشهد بجسد فقر والبؤس في أحد أحياء باريس. لدى مرور عربي في الشارع شارع سان أنطوان وقع برميل كبير وسالة منه شراب أحمر اللون على الأرض ليشكل بركة صغيرة في الشقوق بين الحجارة. في الحال ترك جميع أعمالهم وسارعوا لالتقاط الشراب قبل أن تبتلعه الأرض. ركع البعض ليجمع الشراب بين يديه لكن معظمه كان يسيل من بين الأصابع. البعض الآخر جاء بأكواب وحاول أن يملأها، آخرون غمسوا ثيابهم في الشراب ومن ثم امتصوها بحماس. بعد ذلك انتشرت في شارع الفقر أصوات ضحك ومرح، لكن سرعان ما اختفى الشراب وتلاشى الضحك وعاد البؤساء إلى أعمالهم. اقترب رجل طويل القامة، غمس إصبعه في الوحل الممزوج بالشراب وكتب على الحائط بخط كبير كلمة دم، فأدرك الجميع أن الوقت آت حيث سيجري الدم في سان أنطوان ويلطخ حجارته باللون الأحمر. أما بالواقع على طريق عفور بالعام 2022 بعد أحداث دامية، تجسد الخيال تبع شارل ديكنز واقع حقيقي، والاختلاف هو المادة، ما كانت شراب بس كانت مازوت. انقلب صهريج للمازوت على طريق يعفور قريبة من دمشق، والتقطت كاميرات جوالات بعض المرة كيف أسرع الناس للسطو على حمولة الصهريج، ومنهم قام بمحاولة تعبئة المازوت المسكب بكل الطرق الممكنة. المازوت اللي صار بسوريا مع كثير من احتياجات السوريين حلم ما ممكن تحقيقه بسهولة. والاختلاف الثاني عن قصة ديكنز انه المشهد اجى بنهاية قصة السوريين مو ببدايتها، وانه الدم يلي تمثل بكلمة على حائط في بداية رواية الكاتب الانجليزي كتبت في كل كلمات الرواية بالنسخة السورية. والعبرة في النهاية بانه لا يمكن انه الواحد يحصل على المكاسب بدون ثمن، والتحدي امامنا أنه ما نجعل الثمن الباهظ اللي دفعناه أنه يضيع سدى، أنه نخرج من كل يلي صار خالي الوفاض.